موقع صوفية حضرموت يقدم. شاركة صغير شيخ من السعودية أيضا الأخ عبد الله. تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أولا نشكر قناة الإمارات على استضافتها للعلامة الداعي علي الجبري حفظه الله. شكرا جزيلا. نرجو منها تكرار مثل هذه اللقاءات المتميزة إن شاء الله. فضيلة الداعي علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. فضيلة الداعي لدي سؤال مكون من شطرين. تفضل. الشطر الأول أن مما أدرج صدورنا ما حصل في عام من الأعوام السابقة من اجتماع لقادة الدول الإسلامية في المسجد الحرام، هل هذا أحد الطرق لجمع شمل الأمة وهل تتمنون تكرار مثل هذه الاجتماعات؟ الشطر الثاني من السؤال وهو من باب محبتنا لكم، وجدنا أنك أنت الآن في قفص الاتهام، فأبناؤنا يذهبون إلى المدارس يجدون من يقول لهم أن علي الجبري ضال مبتدع وله بعض الشركيات، كذلك ما نجده من حملة شرسة على شبكات الإنترنت الغرض منها تثبيت أن الداعي علي الجبري يدعو إلى الشركيات، وذلك استنادا إلى مقاطع صوتية تنسب إليكم جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يغيث بروحه وجسده وأن الصالحين لهم تصرف في الكون. نرجو منكم التحدث في هذا الموضوع بجلاء، شكرا لكم. من حقك الرد على الشيء الذي ذكر الأخ متهم في موضوع مسألة مشرك وكافر. أقول نعم. جزاهم الله خيرا. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يريني وإياهم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. إن كان ما قالوا حقا أسأل الله أن يتوب علي وأن يردني مردا جميلا، وإن كان ما قالوا باطلا أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يردهم مردا جميلا. أما نعم. الكلام عن ما حصل في بعض شبكات الحدوث الموجودة مواقع الشبكة أو الشبكية أو الانترنت، من نشر مقاطع بصوت المتكلم المقاطع بصوتي نعم. لكن قبل الكلام عن الموضوعين ثلاث نقاط. الأولى، كان يمكن للذي نشر هذه المقاطع أن يتصل أو يرسل رسالة ويستفسر، فإن وجدني على ضلال نصحني، فإن رجعت كفى الله المؤمنين القتال، وإن وجدني على صواب رجع هو وكذلك، وجدني على ضلال ولم أرجع عندها الكلام يعني المجال فيه واسع لكيفية الحد من الباطل الذي يرى أني عليه. الأمر الثاني، مثل هذه القضايا التي تثار، الأولياء، كرامات الأولياء، تأثيرهم، تصرفهم في الكون، الخوارق التي يجريها الله، خصوصيات لسيدنا محمد، اعتقادها بتفصيلها على اعتبار صحتها وعدم اعتقادها لا يترتب عليها إخراج عن الدين، لهذا لا ينبغي الخوض فيها على الملأ. وهذا الشريط الذي أخذت مقاطع من الكلام منه كان في جلسة خاصة سجل دون علمي. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. تعرف المكيدة اللي يوضع فيها المسلمين أن تستمعون عن الصحوة الإسلامية، هذا الكلام يعني عنده وجوه خير، ما بقول لكم تطفلوا منكم السجلات، أنا إن شاء الله باثق فيكم، لكن لا تنقلوا ما أحب الشريط أحد يسمع الكلام يعني عنده وجوه خير، ما بقول لكم تطفلوا منكم السجلات، أنا إن شاء الله باثق فيكم، لكن لا تنقلوا ما أحب الشريط أحد يسمع الكلام يعني عنده وجوه خير، ما بقول لكم تطفلوا منكم السجلات، أنا إن شاء الله باثق فيكم، لكن لا تنقلوا ما أحب الشريط أحد يسمع. أنتم الآن تعيشون زمن الصحوة الإسلامية. الصحوة معناها كان قبلها نومة، قبل 30 سنة و 20 سنة، خلي لما أدركتوا خلي الكبار يحكوا لكم، كان المساجد ما يدخلوها الشباب. وعد في مسألة بأبتك فيها برضه ممكن تفتر ببالكم. ماشي، بس السؤال دحين أنت بالنسبة للمسألة الأولانية الاستغاثة، وهذا قبل ما ننتقل إلى هذه المسألة اللي خرجت إلى مسألة ثانية، انتهت واقتنعتوا بكل أدلتها ولا في شيء باقي فيه؟ والله نحن حنشوف النرجع. نحن برضه يعني نحن استفسارات. لا والله لا انت لا تقبل بعد الأدلة. انا ما اقول لا انا ما اقول لكم كلام بالتسليم، ما اقول لكم كلام بالتسليم، تقول لي رواية روايتين. شوف نفسك. بقول لك انا ما ادعي نفسي الكمال، ما انسب نفسي الكمال، اقول لك خذ كلامي بالتسليم، سجلت له الكلام، وهذا المقصد من سجلت له الكلام، بتفرغوه في ورق، سجلت له الكلام، وهذا المقصد من سجلت له الكلام، بتفرغوه في ورق، سجلت له الكلام، وهذا المقصد من سجلت له الكلام، بتفرغوه في ورق. ارجعوا للمراجع، هي هذا المقصد من ان وجدتوه في المراجع.
تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أولا نشكر قناة الإمارات على استضافتها للعلامة الداعي علي الجذري حفظه الله. شكرا جزيلا. نرجو منها تكرار مثل هذه اللقاءات المتميزة. إن شاء الله. فضيلة الداعي علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. فضيلة الداعي لدي سؤال مكون من شطرين. قضية نفس التوسل إذا كانوا يوصلون أن يعني شرك أو توحيد فهم فيها من أساس أن محمد عبد الوهاب قال إنه من المسائل الفقهية وليس من المسائل العقيدية. معلش يا رجل. لا لا محمد عبد الوهاب.